النوبة أو بلاد الذهب. من بين أبنائها لمع اسم العشرات من الشخصيات التي خاضت جميع المجالات تفوقت بها بعد أن أصبحت الأشهر بعد أن تغلبت على كل التحديات في حديقة رياضة كرة القدم المصرية. أزهار النوبية عطرها فواح وجدت مآلها السعيد والمحفوف بجو الاهتمام والتقدير من زوار الحديقة ومن نجوم كرة القدم الكبار الذين خرجوا من النوبة. نجم سهرة مع أسامة عرابي. لاعب منتخب مصر والأهلي السابق ابن قرية توماس النوبية التي سطرت التاريخ بالأمجاد اتصفوا بالشجاعة والكرم والمروءة. كما تضم قائمة أبناء النادي الأهلي القادمين من أرض النوبة كلا من هاني مصطفى ابن جرف حسين، محمود صالح ابن قرشة، عوضين من غرب أسوان، حسين شكري ابن أبو سمبل، الذين قدموا الغالي والنفيس بقميص النادي الأهلي، بالإضافة إلى حنفي بسطان، سليمان داود، فاروق جعفر، أحمد المرغني، محمد عمر، طارق مصطفى، أحمد الكاس، الذين دافعوا عن قميص نادي الزمالك. كما لا تنسى جماهير الكرة المصرية عماد سليمان، نجم الإسماعيلي، نبيل إبراهيم، لاعب المقاولون العرب، رأفت مكي، نجم الترسانة ابن أدندان، عمر آدم، نجم السويس، بجانب الثنائي عبد الستار وشقيقه عامر صبري، لاعبي طلائع الجيش.